مرحبا. اليوم طلعت لنجيب الخضرة فحبيت أعمل فيديو نتعلم كيف ننقي الخضرة. هاي طبعا البقدونس، لاحظي هاي فيها صفار، شوفي هاي كيف فيها لون بني. نحاول نشتري أشياء تكون طازة ولونها حلو. هاي شوية دبلاني، في ناس ما بتعرف تفرق بين الكزبرة والبقدونس. شوفي البقدونس كيف ورقتها، الكزبرة هيك بتكون ورقتها، شوفوا الفرق، تبقى مشجرة مفتحة أكثر هون. وهيدا الجرجير، جرجير كتير مفيد خصوصا بس نعمل العصير الأخضر، رح أعملكم درس عليه، جدا مفيد وبيرفع القلوي عندك. وهيدا النعنع، النعنع أنا بحب يبسه بنفسي، ممكن أعلمكم الطريقة كيف يبسه بالبيت ويكون طازة. نستخدم معكرونة باللبن، أي شيء فيه لبن، مع السلطات. وهيدا الكرفس بيشبه كتير الكزبرة، برضه مفيد جدا خصوصا بالشوربات، بينزل الوزن. طبعا الفجل الأحمر كتير مفيد مع الفتوش، وسلطة الفجل الأحمر رح أعملكم إياها بدرس بتاكل مع الكبة. طبعا الملوخية أنا بشتريها طازة، ومرات بيبسها ومرات بطبخها نية حسب يعني. يلا بندورة ما عليهم عرض، 4:30 جيبي كيس. ما ادري يجيبوا لغات التانية. يلا ما تحكي ها، جيبي كيس الفليفلة الخضراء طبعا بألوانها، بعدين بنشوف الألوان التانية. هلا هي الخضراء، حاول ما ناخدها كتير كبيرة إلا إذا بدنا نحشيها، ناخدها وسط كله هون تقريبا هيك. بناخد كم حبة كبار إذا بكون تعملوا العصير الأخضر. والملفوف، والملفوف كمان هذا كتير مفيد، البنفسجي ورائع وبرضه طيب باللف، ممكن تعمليه سلطة وكتير مفيد بتنزيل الوزن مع كمون وحامض. الخس دايما أنا بتعب تنقية الخس لأنه ما بلاقي خس نضيف. وهاي الفليفلة الملونة طيبة مع خضار مع ستيك وعلى جنب، ما يخلى القرن الحر. هيدا أول شي أنا باخده مع الكبير والصغير والمقاسات، كلهم باخدهم، كل واحد له طعمه وحرق. والكرفس هيدا كمان عشان نعمل عصير الأخضر، والبروكلي كمان ما ننسي، بنختاره بطريقة يكون أخضر مش معفن عليه سواد يعني، هاي أوكي. والقرنبيط وبعدهم بيسموها الزهرة، حاول نختارها ما يكون عليها أسود هيك، لأنه مجرد ما نتركها شوي بالبيت بيزيد. حاولي تاخديها تكون طازة وما عليها أبيض، تقريبا مثلا مثل هيك، شوفوا خفيف جدا. يلا يطلع هون الباذنجان، دايما بتعب لاقي باذنجان صغير عشان الحشو الكوسة، بس بتوفق بالكبير علشان الشوي بنعمل متبل. والذرة، الذرة للشوي كتير طيبة، ونفس الشي برضه لما نطبخ فيها وتكون. والبصل الأحمر والبصل الأبيض كل شيء له نكهته. وجينا للزنجبيل، هلا بالبرد كتير مفيد وحلو، رح اعملكم كم طريقة ان شاء الله. وجينا للوبيا، اللوبيا استخدماتها كتير، اطيب شيء انا بحبها لما اعملها لوبيا بالزيت، وممكن لوبيا بالزيت مع لحم مفروم، مرة جربتها كتير طلعت طيبة، بعملكم اياها شي يوم مع بعض وبتشوفوا كيف. والكوسة، هاي الكوسة انا ما بشتريها، شفتوا كيف شكلها؟ تعبين صراحة. هول الصغار حلوين للقبلمة، شي يوم بعملكم طريقة كيف نعمل القبلمة مع رز أبيض. هون البامية أنا بحب نقيها صغيرة، بس هالبامية فيها سواد ما بتشجع صراحة فما حأخذ اليوم. جينا للجزر، شكله بيشهب طازة حلو. جينا للخيار، أنا بنقيه صغير للسلطة والكبير مثل هاي للعصير الأخضر، شكله حلو وطازة. وهلا دور البطاطا، نحاول ننقيها ما فيها أخضر
لانه الاخضر سام ومش منيح. جينا للحامض. الحامض لما نقيسه بكون قاسي ما باخده. ليه؟ لانه لما اقعصه كتير بتعفيه. بحاول اخذ الطري اللي بكبسها وتنضغط تمام. والعصير الاخضر، الحامض الاخضر الصغير هذا للعصير وللرجيم. وهذا الفطر الطازة انا بحبه كتير، نعمل فيه صوصة المشروم. والبندورة الصغيرة هاي حلوة كتير للتزيين بالسلطات. هلا جاء دور الفواكه، بننقي الفواكه عشان الخضار، سلطة الفواكه قصدي. الموز، الموز بين طازة. وهون الجاز والكيوي والأفوكادو والباقي تمام. عجبني هون تزيين الأناناس. وهون المانجا بأنواعها كتير حلو. وهون الشمام، وهذا شمام كانتالوب جديد أنا بحبه صراحة. وهذا الشمام الأصلي. أطيب شيء التفاح، بدنا تفاح أخضر عشان العصير الأخضر لما أعملكم إياه. هي تمام عشان العصير الأخضر. اللي بدها خضار طازة ممكن تاخد من هون، تكونوا حاطينهم هنا معلبينهم بطريقة حلوة وطازة وفج كتير مثل هون كمان نفس الشيء. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك، بتدقوا الجرس، بتعملوا لايك. وشكرا لكم.